فريق حاسم وصعب جدا بالنسبة للطرفين لعدة اعتبارات، أولى بأن فريق رجاء بيضاوي سيحاول استرجاع الصدارة، وبالتالي على الأقل النتيجة التي حقق فريق الوداد الرياضي بفريق نهضة زمامرة ستكون لها تداعيات على المستوى العام لهذه المباراة، دون النسيان بأنه لقاء قوي مع فريق الدفاع الحسن الجليدي الذي قدم إلى الدار البيضاء من أجل